نيكست. معانا بقى مين اللي بطل السجاير وكان انسان جديد وقتها في يناير ابتدى يشيل حديد؟ شعبولة. شعبولة كان ضيف مع حسين الامام. تعالوا بصوا الحلقه دي من حسين على الهواء. مش هنسلم مش هنبوس. اهلا وسهلا. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. برنامج قلقيه على الهواء. ايوه مع حضرتك رانيا هاني ليسانس اداب. يا اهلا يا فندم. الحقيقه انا بتكلم من شرم الشيخ وكنت عايزه اعرف الاستاذ شعبان فين في شرم الشيخ بالظبط عشان جايه اسلم عليه. احنا فين دلوقتي يا شعبان؟ في انهي حته في شرم الشيخ؟ هو في فندق صغير كده. اه في نمره يعني جايين نعملها ف احنا هنا على البحر. احنا على البحر قدام الفندق. حضرتك عايزه ايه يا فندم؟ ايوه يعني انتوا في انهي حته؟ انا عايزه اعرف. مش عارف. انت عارف اسم الشارع يا شعبان؟ لا احنا قاعدين على المايه مباشره اهو على البحر. هو ايه الحكايه؟ انتوا مش عارفين انتوا فين ولا ايه؟ هو ايه ده يا اختي؟ طب شكرا على اتصالك. طيب يا جماعه معانا اتصال تاني. اهلا وسهلا. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازيك يا استاذ حسين؟ يا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ شعبان عبد الرحيم؟ الله يخليك. انا الشاعر ايمن وجدي. اهلا وسهلا. انا من عشاق فن شعبان وكتبت فيه قصيده نفسي يسمعها. اتفضل يا فندم. شعبان عبد الرحيم عامل لي عبد حليم مع اني سمعت صوته وانا قاعد على الكليم. ايوه بصراحه لقيته مطرب من دوري المظاليم. ايوه ده غير لمؤاخذه انه محتاج يعمل رجيم. شكرا. شكرا على كلماتك الرقيقه. تتغنى ازاي دي يا شعبان؟ شعبان عبد الرحيم محتاج يعمل رجيم. عامل عبد الحليم. عامل عبد الحليم. وانا قاعد عكي لي. وانا قاعد عكي لي. معنا اتصال. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. برنامج قلقيه على الهوا. ايوه. ايه اللي انا شايفاه ده يا استاذ حسين؟ ايه يا فندم؟ فنان معروف زي شعبان عبد الرحيم ايه اللي يمشيه حافي ويلبسوا الهدوم المسخره دي؟ قاعدين على بلاج يا فندم. لا لا ما انا كمان اهو قاعدين على بلاج. لا وتضحكوا علينا وتقولوا لنا انكم في شرم الشيخ. امال احنا فين؟ لا ازاي انتوا بتصوروا في الاستوديو؟ طب استوديو ايه؟ بوسينا دندش القاهره. شكرا على التقرير. سيداتي انسات سادتي نعود اليكم بعد فاصل قصير. ايه يا جماعه؟ ايه الله؟ ايه يا استاذ محمود انت مش قلت لي ان الكروما نازله؟ يا حسين معلش معلش. ازاي الجهاز باظ والزرار جات له رطوبه ما بقاش يجيب مناظر سياحيه؟ طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحاول نصلحه. ايوه ايوه هات كده وريني. بص بص ايوه اهو 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 اتصلح اهو. بقينا في شرم الشيخ فعلا بس الصوت مش متصدق. طب نعمل ايه؟ يعني لازم كده يحرك رجله ويزاف الميه عشان يبقى في صوت ميه. ما احنا عاملين الميه اهو. لا ما فيش صوت ميه يا جماعه. اوكي كانكم بتتكلموا في الاستوديو كده. ايوه هنحط لك حالا دلوقتي انت تعمل صوت ميه. طيب ويا ريت مشنت سمك عشان يبقى في ريحه سمك. السيدات والسادة أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع الفنان الكبير شعبان عبد الرحيم. إحنا على الهوا مباشرة معاكم من شرم الشيخ. معنا اتصال. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج قلقيه على الهوا. أيوة يا فندم. إيه التهريج اللي بيحصل ده؟ إيه يا فندم؟ يعني الست قالت لكم إن دي مش شرم الشيخ وإن ده استوديو وبرضه مستمرين في الخداع؟ طب شعبان إيه؟ معلش شعبان عبد الرحيم ده بقى أنا مش هسمع غني تاني. لا يا فندم حياتك شوف التلفزيون اللي مش عندك. مش هسمع غني تاني. عندك ما سمعت. لا. الله. لانه بيمشي حافي. مش مهم. وايه يعني انا كمان همشي حافي عشان تبقى عارف اهو. مع ان انا الجزمه بتاعتي هتبقى في المايه لكن اوكي. شعبان تعال نقوم ايه نلعب راكت مع بعض على البلاجه. ما انا بتغطى بالليل يا كابتن ما تزعلش. شعبان تعال نستأنف حديثنا. نستأنف حديثنا واحنا بنلعب في المايه. يلا تعال اقف هنا قصادي هنا عند الرمل. احنا متشكرين جدا على حسن استماعكم. وبكده تبقى نهاية حلقة من حلقات. بس هتضرب قوي تاني؟ لا لا خلاص والله. والله ما تخاف خلاص. برنامج قال ايه على الهوا شعبان. سلم على الناس. سلم على الناس. سلم على الناس نقول لهم سلام. اهو. السلام عليكم. ونلتقي في حلقة قادمة ان شاء الله. شكرا والى اللقاء. يا جماعة يلا تعالوا شوفوا فين هدوم الاستاذ شعبان. يا ذاكرة بقى بالطريقة دي كل زمانها اتسرقت. سرقت فين؟ انت بتهزر عشان الراجل قال كده تقول لي كده؟ لا لا بتكلم بجد. لا بجد شوفوا. طب على الاقل شوفوا له حاجه يلبسها في رجليه دلوقتي على ما يطلع يشوف الموضوع ده. هو مش ده في 20,000 جنيه في البنطلون. لا ما تقدرش. لا 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 جايين من الحوار وسرقوا البنطلون وكده غلط يا عم حسين بلاش معانا اللون.
ما اقولك استنى، لابس الكاسكيتة هتاكل منه حتة. شعبان لابس